السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع اصحابكم. جدو شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفاو الضو. مشينا. القصة اللي غتسمعوا اليوم تقدر تجيكم غريبة، ولكن وقعت لواحد خونا من العائلة. ما كنتش عارف في الاول التفاصيل، مؤخرا عاد عرفت، داكشي علاش قررت نعاودها عليكم. هما كانوا جوج الخوت، والاخ الكبير هو اللي عاود ليا هادشي، وانا كيف العاده غنعاودها بلسانه. معكم عز الدين. كنت الولد الوحيد ديال واحد العائله قبل ما يتزاد خويا الصغير، خويا اللي بسببه غنعاود لكم هاد القصه. ملي تزاد خويا كانت عندي 12 عام، كنا مفاهمين بزاف وكان عزيز عليا، وما كانش كنخرج بلا ما نديه معايا. الوالدة كان كيسحب ليا بلي غنغير منه، ولكن لا، كنت كنبغيه وفرحت بزاف ملي جا لي ونسني. كنت انا اللي كنشدو ديما وكنقابلو، كنضحي بالخروج مع اصحابي باش نبقى معاه هو، حيت الوالدة كتكون مشغولة في الدار. بقينا هكاك حتى كبر خويا. قصتنا غتبدا ملي كانت عند خويا 6 سنين، انا كانت عندي 18 عام. كنا متفقين انا والدراري صحابي باش نمشيو لواحد الغابة ندوزو فيها النهار ونجيو في الليل. خويا شافني كنجمع الساكادو ديالي بقى كيبكي ولصقني وقال لي والو نمشي معاك. انا كنقول ليه راه ما غيكونوش الدراري الصغار، كيقول لي لا غنمشي معاك. والدة قالت لي صافي دي معاك، ولكن رد ليه البال. وداكشي اللي كان، وجدت له حتى هو الماكله ديالو وديته معايا. كان فرحان بزاف حيت غيخرج. صحابي ما عجبهمش الحال حيت جبتو معايا، ولكن قلت لهم انا غرد ليه البال، نتوما ما سوقكمش. العلاقه ديالي بخويا كانت زوينه بزاف، وما كنش كنبغي نخسر لي خاطرو، خصوصا انا الوالد ما كانش معانا. وصلنا الغابه، بدينا كنفرشو وكنقادو العافيه باش غنطيبو. كل واحد وجاب من دارهم شي حاجة، وفي الاخر بدينا كنصايبوه في الطاجين. راكم عارفين الدراري فاش كيتلاقاو وكيبغيو يقادو الطاجين ديال الزوافرية. المهم بدينا كنقادو في داكشي. عطيت لخويا كورة وقلت ليه ما تبعدش من هنا. بقيت مشغول انا وصحابي، شي كيجيب العواد، شي كيقاد في الطاجين، شي شاد التليفون وكيتصور، كل واحد وشنو كيدير. ما عرفتش كيفاش حتى غفلت على خويا. ملي درت كنقلب عليه ما لقيتوش. كنقول الدراري قلبوا معايا فين مشى خويا. كل واحد تحرك الجهه، تفرقنا وبدينا كنقلبوا عليه. الوالده كتصوني عليا، ما قدتش نجاوبها ونقول لها بلي راه خويا تالف. وانا كنقلب عليه والتليفون باقي كيصوني، حتى هزيت راسي وبان ليا جاي. كان كيتمشى بشويه، جاي وكيشوف فيا بحال ما وقع والو، ما كتبانش عليه بلي مخلوع. جريتو وضربتو وقلت ليه فين مشيتي، ياك وصيتك ما تبعدش. هز راسو فيا والملامح ديالو جامده غير كيشوف. قال لي اخر مره تحط يدك عليا. ديك الهضره صدماتني، اول مره غنسمعها من خويا. هضرتو اصلا ما كانش ديال ولد صغير عنده 6 سنين، حيت في العاده الاولاد كيخافوا في هاد اللحظه. شويه حتى بان ليا كيشوف على لي من ديالو، كانت الكرة، الكرة اللي عطيته قبل ما يتلف. واللي زاد صدمني كثر هي منين تمات الكرة جاية لجهته بلا ما يقيسها حتى شي واحد. هزها في يديه وكمل طريقه. في العادة خويا ديما كيشد ليا في يدي عاد كيزيد. بقى غادي وانا تابعو من اللور. مشى جلس، كنقول لي دوز تغدا، كيقول لي ما فيهاش الجوع. قالوا لي صحابي دوز تغدا وميك عليه، راه يمكن مقلق حيت ضربتيه. ولكن انا كنت كنعرف خويا اكثر من اي واحد. واخا هكا كنت نتغدا وخليته. سالينا الغدا، جمعنا حوايجنا وتمينا راجعين. ركبنا في الطوموبيل وخويا كل ساعه كيدير واحد الضحكه في شكل، كيضحك غير بوحدو، ما كانت حتى شي حاجه اللي تستاهل الضحك. قلت يمكن غير باغي يثير الانتباه ديالنا. خونا اللي صايق بينا دار واحد الفران واعر، كلنا تخلعنا. قلت ليه مالك صاحبي ياك لاباس، كنت تقلب بينا. قال لي خويا جر خوك من تماك، راه كيدير فيا شي شوفه تخلعوني. الدراري بداو كيموتوا عليه بالضحك.
وانا درت كنشوف خويا، قلت لي كيفاش دري صغير غادي يخلعك؟ اش من شوفات كيدير راه عادي. وحتى انا في الداخل ديالي كنت كنحس بلي خويا تبدل. راجعي للدار لقيت والدة كتسنانا قدام الباب، قلت لها ياك لاباس؟ قالت لي علاش كنصوني لك في التليفون وما كتجاوبش؟ قلت لها غير ما رديتلوش البال وما كانش عندي الصوت باش نعاود نصوني لك. شافت في خويا قالت لي يا مالو شتو جا مقلق؟ قلت لها والو راه غير مسخاش يجي. قالت لي صافي دخل انت وخوك الحمام راني مجدالكم الدوش. داكشي اللي كان، حيت لي حوايجو وحيت حوايجي، كنجر فيه ما بغاش يدخل معايا. في الاخر دخلتو وسديت الباب، بغيت ندير ليه الصابون وهو يدور لعندي. دار فيا شوفات لي ما عمرني ما شفتهم في خويا، كانوا قاصحين بحال ديال شي واحد ما حاملنيش. قال لي يا قلت لك ما تحطش يدك عليا مره اخرى. شديت فيه وقلت لي خويا مال قول لي شنو عندك؟ اسمح لي حيت ضربتك قبيله، ما تسوقش ليا. طلع فوق الكرسي وبدا كيشوف في جهه المرايه. قال لي مال شعري قصير شكون اللي قطعو ليا؟ قلت لي كيفاش شعرك قصير راه من ديما شعرك هكا. قال لي خصني نطوله. انا تخلعت منه الصراحه، دوشت وخرجت وخليته زماك. قالت لي الوالده علاش ما خرجتيش خوك معاك؟ قلت لها دخلي غسلي له راه ما خلانيش. والغريب ان الوالده خلاها تغسل لي واخا شحال هادي كان كيقول لي ادخل معايا نتايا. خرجت الوالده اللي بغات تلبسو حوايجو، قال لها شنو هادشي؟ انا خصني كسوه ما خصنيش سروال. الوالده تصدمات دارت لعندي وقالت لي ما الخوك ولا كيدوي هكا؟ اشنو طراليه؟ قلت لها بحالي بحالك والله ما عرفت شنو وقع له. بزز حتى لبساتو دوك الحوايج وقالت لي صافي دابا نخرج ونشري لك حوايج جداد. والدة حطات العشاء. خويا ما كانش جالس معانا في الطبلة، قالت لي سير عيط ليه. ملي مشيت لقيتو داخل البيت الوالدة مقابل مع المراية وشاد الكحول والعكار وكيدير فيهم. مشيت لعندو شديتو خنزرت فيه وقلت ليه اش كدير؟ واش تسطيتي ولا مالك؟ تعصبت عليه ديال بصح وضربتو ومسحت له داكشي اللي كان داير في وجهه. جريته من يديه وقلت ليه اجي تعشى. جالسين في الطبلة وما هضر ما دوا ما تكلم. بدا كيدخلني الشك من جهته. يلا الصباح كان خير وسلام. تعشينا ومشينا باش ننعسو، وتماك الشك ديالي غادي نتأكد منه اللي خويا طاري عليه شي مصايب. وانا ناعس مع ديك الجوج الليل طفيت التليفون وغمضت عيني، كنسمع صوت الباب البيت ديالي كيتحل. كان ظلام وما قدرتش نشوف شكون. ملي شعلت البيل لقيت خويا، ولكن كانوا عينيه كاملين كحلين. تخلعت من قوه الخلعه طاح لي التليفون من يدي. شعلت الضوء اللي كان حدايا ولكن ما لقيت والو، بحال الا كنت غير كنت خايل. حتى من الباب لقيته مسدود. واخا هكاك نط باش نتاكد، مشيت لبيت خويا حليت عليه الباب لقيته ناعس وهو واقف. ما فهمت والو، مشيت لعندو بقيت كنقول ليه نوض اش واقع عليك؟ حل عينيه وشاف فيا وقال لي خويا اش كدير في بيتي؟ قلت ليه انت اللي شنو واقع عليك؟ هادي اول مره غنحس بيه خويا من مورا ما جينا من الغابه. قال لي راه كانت واحد البنت ناعسه معايا هنايا، داكشي علاش نطت من الفراش وخليتها. قالت لي خاصك تبقى تلبس الكسوه وتطول شعرك، قولها لماما خويا عافاك راها كتعذبني. الهضره اللي قالها خويا صدماتني، ما عرفت باش نجاوبو. عنقتو وقلت لي راك غير كتحلم وصافي، تكا في بلاصتك حتى الغدا ونهضرو في هادشي. بقيت حدا خويا حتى داه النعاس، عاد رجعت لبيتي. لقيت الوالده فايقه قالت لي شنو واقع؟ قلت لها لا ما كاين والو. الغد ليه كان اثنين وكان خويا قاري. انا في العاده كنديه معايا في الطريق حيت مدرستو في طريقي. فطرنا دخلت معاه باش نلبسو حوايجو. قال لي راه قلت لك ما بقيتش باغي نلبس هذا الشيء، انا خاصني كسوه واش ما كتفهمش؟ قلت لي راك راجل اخويا اش هاد الهضره كتقول؟ بدا كيدير نفس الضحكه اللي دارها وحنا جايين من الغابه، ضحكه ديال بنت وماشي اي بنت، بنت اللي كبيره في العمر. لبستو بزز منه دوك الحوايج وخرجنا غادي في الطريق وكيقول لي فين غادي بيا؟ غادي نمشي طريق مدرستي.
غادي في الطريق ويقول لي فين غادي بيا، هادي راه ماشي طريق مدراسي. شفت فيه وقلت ليه واش شويه لاباس، راه كل نهار كندوزو من نفس الطريق. قال لي مدراستي كاينه في الغابه اللي كنا فيها البارح. الهضره اللي قال خربقاتني، بقيت ما احتديتو للمدرسه ودخلتو بزز منه وتحركت انا الليسي اللي كنت راجع مع 12. دست باش نجيبو، تلقيت واحد ود الحومه وقال لي راه خوك ولا في شي شكل. قلت ليه كيفاش؟ قال لي كيسرق الطابليات والحوايج ديال البنات ويمشي يلبسهم. قال لي راه كلشي في المدرسه ولا كيضحك عليه وكيطلعها عليه. تسنيتو حتى تم خارج، شاف فيا وزاد. بقيت تابعو من اللور حتى شديتو وقلت ليه شنو هادشي كيطرى عليك، عاود ليا شنو عندك. من فوقاش وليتي هكا؟ قال لي راني البارح عاودت ليك كلشي وقلت ليك بلي هي اللي كتبزز عليا ندير هادشي وماشي لخاطري. وحنا غاديين في الطريق حتى شويه ضاخ هو يطيح ليا في الارض، يديه ورجليه عواجو وعيني بداو كيتقلبوا غير بوحدهم. داك المنظر خلعني بزاف، ما عمرني ما تخيلت نشوف خويا في هاد الحاله. مشيت كنجري باش نقلب على طاكسي، شديتو ومشيت نيشان للدار. عيطت للوالده قلت ليها نزلي نديوه للطبيب. الوالده كانت مخلوعه اكثر مني. ديناه للطبيب قلبو وعطاه شي دواء وقال لينا بلي ما خاصوش يبقى يتعصب. قلت لي ولكن راه باقي صغير واش هو قد الاعصاب؟ جاني داك الطبيب غير كيخربق وما عارف شنو كيقول. عطيناه داك الدواء اللي كان كيكالميه وكيخليه ينعس بزاف. منين كيرجع من المدرسه هو ناعس، وملي كندوي على النعاس يعني منين كيحط راسو على المخده ما كيفيق حتى الصباح. ولكن ماشي هادشي اللي طرا ديك الليله، كنت ناعس ما عليا ما بيا، حتى كنسمع صوت شي ضحك، ضحك مجهد. حليت الباب شويه حتى بان لي الصوت جاي من الطواليت وكان الضو مشعول. مشيت كنجري جهه الطواليت، لقيتو لابس كسوه صفرا كيشوف في المرايه وكيضحك وكيرش عليه الريحه ديال الوالده. كان كيبان نيشان فحال البنت وكيدير شي حركات وكيشطح قدام المرايه. دخلت عنده وشديتو، وين فوا شديتو طاح بين يديا وسخفو غيب. عرفت بلي هادشي اللي كيطرالو ماشي طبيعي، ويلا سكتنا عليه غيبقى غادي وكيتزاد مع خويا وهو كيكبر. حتى الان كان كيحسب ليا بلي هادشي اللي كيطرى لخويا غير نفسي وغادي نديو عند شي طبيب وغادي يتعالج. عمري ما كان كيحسب لي بلي عنده علاقه بالعالم الاخر. دويت مع الوالده وقلت لها خاصنا ضروري نشوفوا ليه شي بسيكولوج. الوالده ما عندهاش مع هادشي، داكشي علاش انا اللي تكلفت بديت كنقلب ليه على اقرب طبيب عندنا في المدينه ديالنا. الحصص عند الاطباء كانوا غاليين بزاف، ارخص وحده ب 250 درهم. المصروف اللي كيصيفط الوالد على قد الحال. قلتها الوالده وقالت لي ماشي مشكل، نتسلف ونتكلف، المهم داوي ولدي. داكشي اللي كان بدا في الحصص ديالو، ولكن الطبيب كان كيقول لي بلي خوك ما باغيش يدوي اصلا. كيبدا غير يشوف الطبيب وكيضحك. من بعد ما دوزنا ثلاثه الحصص عند الطبيب وعطاه حتى هو شي دوايات اللي ما نفعو معاه في والو، قررنا باش نحبسو الحصص. ولكن كان صعيب علينا نشوفو خويا في ديك الحاله، تحول من دري لبنت نيشان. هاد النوبات اللي كانت كتجي خويا ولات كتجيها بكثرة أكثر من الأول. واحد المرة كان عقل في شعبان قبل ما يدخل رمضان غير بشي تلت أيام، خويا طاح وبدا كيهضر بصوت بنت، وماشي أي بنت، كانت بنت كبيرة في العمر. الوالدة بدات كتخوي عليه في الماء وكتشملو البصلة، هو كيدفع فيها، ولات عنده قوة أكبر من السن ديالو. ديك البنت نطقات بصوته وقالت بلي بغات تلبس كسوة وبغاتنا نرشو عليها الريحه. الوالده مشات باش دير داكشي اللي قالت ليها. انا كنقولها اش كديري؟ قالت لي واش ما سمعتيهاش شنو كتقول؟ راه خاصنا نديرو داكشي اللي بغات. اه الخوت هضرات معانا واعترفت لينا بلي هي ساكنه خويا، سكناتو بالضبط نهار اللي ديتو معايا للغابه. جات الوالده لبساتو كسوه ورشات عليها الريحه، وبديك الساعه فاق خويا. كنا اين فوا كنديرو لها داكشي اللي بغات كرجع خويا للوعي ديالو بحال الا حتى شي حاجه ما طاريه. يعني باختصار كانت باغا تردو بنت. الوالده بقوت ما دارت لي خاطرو، ولا البلاكار ديالو تقريبا كامل عامر بحوايج البنات، ولات كتشري لي البندوات واي حاجه عندها علاقه بالبنات. انا الصراحه ما كانش عاجبني الحال،
المشاكل غيبداو ملي سال الوالد الخدمة ديالو ورجع. اللي شاف خويا في ديك الحالة تصدم، كان شعره وصل لودنيه. قال لي مال خوك هكا، علاش رديته في حل البنت؟ انا ديك الساعة ما عرفت ما نقول للوالد. قال لي انت راجل في الدار ومخلي خوك هكا. الوالدة قالت لي غير سير جر خوك وسير من هنايا، انا غندوي معاه. الوالد كان من النوع اللي ما كيتفاهمش وعصبي بزاف. سمعته كيقول الوالده اش كتخربقي، اش من جنون ولا تخربيق، هاد الولد راه غير تصر ونتي مفشاه. ما حسيت بيه حتى دخل علينا البيت انا وخويا، شدو من يديه وحيد ليه دوك الحوايج وبدا كيضرب فيه. انا باغي نفكو هو يضربني حتى طحت في الارض. جرو غادي بيه الكوزينه وخويا كيغوت وكيبكي. خدا السفود وسخنو في العافيه وهو يكويه في يدو. تماك خويا طاح وبدا كيدير داك الضحك ديالو، يديه كيعواجو كيوصلو حتى لظهرو. الوالد براسو تخلع وقالنا مال هاد المصيبه، امتى ولا هكا، شنو وقع ليه؟ الوالده كتقول ليه واش باغي تقتل ليا ولدي بعد منه، خليني ندير له خاطرو. بديت كنعاود ليه داكشي اللي وقع بالتفاصيل، ولكن الوالد كاع ما تاق وقالنا خاصني ندي ولدي للطبيب. قالت لي الوالده راه ما خلينا فين ديناه. قال لا اذا انا غنربي ولدي بيديا، ما بقينش ندخلوه فيه. مشى دخل عندو البيت، حل داك الماريو ولقى حوايج البنات، شدهم وبدا كيشير بيهم من السرجم. ملي سد الشرجم هو يشوفها شافها في الزاجة. الوالد شوكا في ديك اللحظة وبدا غير كيغوت بوحدو في حالة سطة. حنا والوالدة كنا باقيين كندقو عليه باش يحل لينا الباب. اللي سمع تحسو تقطع وانا ندخل، لقيت الوالد جالس في الارض وكيترعد بحال شاف شي حاجه اللي خلعاتو. خويا كان جالس في بلاصتو عادي بحال ما واقع والو، كيشوف في الوالد وكيتبسم. مشينا لعندو انا والوالده وهزيناه من الارض وديناه للبيت. كنقولو ليه شنو واقع ولكن ما قادرش يهضر، كان كيترعد بالبرد ولا ما عرفتش بالخوف. يمكن الوالده دارت عليه جوج المانطاس، قال لينا طلقوا ليا القران. وداكشي اللي درنا عاد تهدن شويه، شاف الوالده وقال لها انا متيقك، انا متيق ديك الهضره اللي قلتي ليا حيت شفت بعيني. شدوا في بعضياتهم وبداو كيبكيو بجوجهم، حتى انا براسي كنت كنحس بخويا كيضيع مني وانا السبب في هذا الشيء. الوالده قالت الوالد ضروري خاصنا نجيبو شي واحد اللي يرقيه الا كان بصح مسكون. قال لها واخا انا غدا غنمشي نقلب على شي حد. مقدرتش نشوف والديا في ديك الحاله، دخلت للانترنت بديت كنقلب وكندخل لاي جروب عنده علاقه بهذا الشيء. اللي كنسولو كيقول لي حاجه في شكل، كل واحد عنده تفسير ديالو، كل واحد شنو شاف وكل واحد شنو سمع. كاين منهم اللي كيقدسهم وكيقول لك بلي خاصك دير داكشي اللي كيقولوا لك، وكاين منهم اللي كيقول لك هادو عوارض ومن الواجب تخلص منهم. ثلاثة دليل وانا باقي سهران وكنقلب. سولت واحد المرأة اللي كانت بحال فاهمة في هاد الشي، قالت لي صيفط لي تصويرتو. قالت لي اخوك عنده واحد الجنية بلا ما نذكر سميتها، هي اللي عزيز عليها هاد الشي، عزيز عليها الروايح والماكياج. ولكن اخوك ما دخلاتوش على شكل ملك، دخلاتو على شكل عارض، وباش يتخلص منها خاصو يمشي لمحكمة الجن. ديك الساعة انا ما فاهم والو وما عمرني ما سمعت بشي حاجة سميتها محكمة الجن. قلت بلي هاد المرأة غير كتخربق عليا وصافي. ملي نعست في الليل شفت واحد المرأة كانت واقفة عند الباب، كان الضو ضارب من وراها لدرجة ما شفتش الملامح ديالها. هزة في يديها شي حاجة اللي غايبة ليا من بعد بلي هي شمعة. ملي قربت الشمعة حدا وجهها تخلعت ونط قافز. خويا بقى على داك الحال شي 3 سنين تقريبا. الوالد ما خلا فين جرابيه وما خلاش كون جابلو، الفقيه اللي كيجي ما كيعرف ما يديرلو. ومنين نقول لكم داز 3 سنين خاصكم تخيلوا معايا شكل خويا كيولا، ولا فحال شي بنت نيشان لدرجة الا خرج للزنقة كيسحبوه بنت. الوالد كان ديما كيسد عليه ملي كيجي عندنا شي واحد من العائلة. تفكرت ديك المرأة اللي كانت قالت لي بلي خصو يمشي للمحكمة الجن، عاود صيفط لها ميساج ولكن لقيتها مبلوكية داك الكونت حيت دازت مدة طويلة. كملت السؤال اللي كان سولو كيقول لي نفس الهضره د المراه تقريبا شي 3 اللي قالوها لي، وقالوا لي بلي كل نوع ديال الجن عنده محكمه خاصه به.
الثلاث سنين اللي دازت خلاتني نفهم في الموضوع اكثر ونتعمق فيه، وحتى خويا فيما كيجيو دوك النوبات وليت كنعرف نتعامل معاه. لا بغيت نقول نتعامل معاه. هي شحال صعيبة تشوف خوك قدامك وما تعرفو واش هو ولا الجن. قلت الوالدة بخصوص داكشي اللي عرفت، وقالت لي ضروري نديو خوك، وحتى الوالد ملي شافنا باغي نمشي وما قالش لا، وخا كان كيجينا هادشي بحال شي حماق. مشيت انا والوالدة وخويا الصغير، ولكن بطبيعة الحال هي ما استسلمات وكانت كديرنا شحال من عكس باش هكا ما نمشيوش. كتمرض خويا بالعاني وكتشلل ليه يديه ورجليه، كان كيتألم ويتعذب بزاف. واحد من دوك اللي سولتهم قال لي راه خاصك ضروري مقدم. قلت ليه كيفاش مقدم؟ قال لي المقدم هو اللي كيكون وسيط ما بينك وما بينهم. قلت ليه عافاك راه ما كنفهم والو في هذا الشيء. قال لي بلي الوالده ديالو تقدر تعاونني، وبالفعل درنا مع ديك المراه وتلاقيناها في ديك المدينه. بقينا جالسين معاهم في الدار، وبقات كل نهار كتطلع هي وخويا، كتمشي غير هي وياه، وكتعاود لنا العجب من داكشي اللي كتشوف، شي حوايج اللي ما يقدرش يتيقهم شي واحد الا عاش هاد التجربه. بقينا تقريبا شي 20 يوم وحنا في ديك المدينه، وعاد حسيت بخويا ولا لاباس. المرا قالت لينا على سلامة ولدكم، تقدروا دابا تمشيو وكونوا هانيين حيت ما غيرجعش كيف كان. رجعنا لمدينتنا، واول حاجه دار اخويا هي قال لينا قطعوا لي شعري ورجع لطبيعته. انا فرحت بزاف، والوالد فرح اكثر مني، بدا كيقولو على سلامتك البطل ديالي. كان كيحسب لينا بلي غيولف يكون بنت، ولكن لا طرا العكس، ولا عادي ودابا راه كبر. وكانت هادي هي قصتي. خوت هنا كتسالي قصتنا، تلقاو في القصة الجاية. متنساوش الى عندكم شي قصص بحال هادو تشاركوهم معنا في انستغرام. السلام عليكم.